علي حسن السيد ناي 85. دي أمي اللي ربتنا وعلمتنا وجوزتنا وجات لها جلطه فجاه كده، ولا معانا اخ ولا معانا حد بعدويه، وربنا سبحانه وتعالى وهي توفى وهي اللي اتولدت، هي اللي ربتنا وهي اللي علمتنا وهي اللي عملت كل حاجه. هي بقت تروح تشتغل واحنا قاعدين هنا في بابور الطوب، وهي حافظت علينا بصراحه وربتنا وحافظت علينا وجوزتنا. وهي دلوقتي البيت وقع عليها، وجينا عشان نعرشه، قالوا روحوا الوحده المحليه، رحنا الوحده المحليه قالوا عايزين تسريح وعايزين 12000 جنيه عشان الجدار يتبني. طيب هو اللي ماسك البيت، الجدار هو اللي ماسك البيت كله، واللهم صل على النبي، ووقع والسقف كان واقع خالص كده والخشب واقع، ودنتنا طول الصيف من غير سقف، بقينا قاعدين في الحر في الولعه، والله اقسم بالله ما بكذب عليكم، مش بقول لكم كده يعني كلام. فقعدنا طول الصيف من غير سقف، واللهم صل على النبي. ورحنا للمسؤول هناك في الوحده، قالوا لا ما فيش عرش الا لما تبنوا الا لما تطلعوا تسريح، والتسريح ب 12000، وهي ما معاش 12000، ده مريضه وجات لها جلطه، ولا ابويا معاها ولا ابن لها خالص. والدي متوفي بقاله 32 سنه، وانا شايفه امي هي اللي تستاهل الام المثاليه، تستحقيها يعني بصراحه، تستحقها امي دي الام المثاليه، اعظم ام في الدنيا واحسن ام في الدنيا. وتطلع حجه كبيره بصراحه، تستاهل الحجه الكبيره بصراحه، وتطلع الحجه الكبيره.